وحول ما حدث تنضم إلينا من غزة مراسلة الغد نيفين سليم. نيفين، حراك المطالبة بإنهاء العقوبات عن قطاع غزة وإنهاء حالة الانقسام داخل القطاع، لماذا يقابل باعتداء حركة حماس على متظاهري الحراك؟ نعم، حتى اللحظة لا يوجد اتهام مباشر لحركة حماس بأنها هي من قامت بالاعتداء على هذه التظاهرة وقامت بفض هذا الاعتصام. وزارة الداخلية داخل قطاع غزة وعلى لسان المتحدث باسمها إياد البوزوم قالت أن أمن حماس لم يعتدي على هذه التظاهرة ولم يقم باعتقال أي شخص. وأيضا توفيق أبو نعيم وهو مدير قوى الأمن الداخلي أيضا داخل قطاع غزة قال أنه لم يتواجد أي عنصر من حركة حماس أو من قوى الأمن داخل هذه التظاهرة، لكن هناك اتهام من قبل القائمين على هذا الحراك، حراك الأسرى والمحررين، وتحديدا على لسان توفيق النعيم، على لسان موفق حميد وهو مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية حسام للأسرى والمحررين، قال أنه عندما بدأت التظاهرة في الساعة 11 صباحا دخل العشرات من أفراد وهم بلباس مدني وقاموا بوضع الحطات التابعة لحركة فتح وقاموا بمهاجمة هذه التظاهرة، وقال أنهم يعرفون هؤلاء الأشخاص شخصيا وأنهم يتبعون، هم أفراد يتبعون لحركة حماس وليس لقوى الأمن، هم أفراد من داخل حركة حماس وقاموا بفض هذا الاعتصام وقاموا ببعض الهتافات مما أدى إلى حدوث عراك بالأيدي ومناوشات بين المتظاهرين وبين هؤلاء الأشخاص الذين اقتحموا هذا الاعتصام، ونتج عن ذلك تحطيم المنصة بشكل كامل في داخل ساحة السرايا وسط مدينة غزة، وبالتالي هناك اتهامات متبادلة. طيب، وسيكون حتى اللحظة لم ينتج تقرير رسمي أو حديث رسمي من قبل هيئة الحراك عما حدث فعليا داخل هذا المكان. إذا كانت حماس يعني ترفض هذا الاتهام والقائمين على الحراك يقولون ان حماس هي من تقف وراءه، فإلى اين ستنتهي المسألة؟ الى من سيبت في ان حركة حماس هي كانت من تقف وراء ما حدث في ساحة السرايا او غيرها من الاطراف الاخرى؟ نعم، حتى اللحظة الصورة غير واضحة تماما، هناك تبادل اتهامات وهناك نفي أيضا من قبل الأطراف. الداخلية تقول لم يتواجد أحد من عناصر الأمن التابعين لحركة حماس، وبينما هيئة الحراك تقول أنهم مدنيين وبلباس مدني ويتبعون لحركة حماس، هم من قاموا بمهاجمة هذا الاعتصام. لكن أكد القائمون على الحراك أن هذه المسيرات وهذه الاعتصامات سوف تستمر داخل قطاع غزة، طيب، وسوف يتم من خلالها المطالبة بإنهاء العقوبات والمطالبة بإنهاء الانقسام. نعم، شكرا جزيلا نيفين سليم مراسلة الغد من غزة، شكرا جزيلا لك.